بعد اللقاء الأخير الذي جمع وفدا من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة برئاسة رئيسه الدوري أحمد سالم البوحبيني مع آخر من الأغلبية يرأسه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي والمحمد الأغلف، دب التوتر في جسم المنتدى الذي لطالما قال بأنه على قلب رجل واحد، ويتجلى ذلك في رفض أحزاب ممانعة لمناقشة ما أفضى إليه اللقاء، بل وأكدوا بأن تلك الخطوة لا تمثلهم. رئيس المنتدى عقد نقطة صحفية أكد خلالها بأن المنتدى لم يتفكك وبأنه ما زال يتمسك بضرورة الرد المكتوب. المنتدى موقفه كان وما زال هو ضرورة الرد المكتوب على وثيقة المنتدى اللي تقدم بها للسلطات. هذا عبرنا عنه للوفد وأكدته أنا شخصيا اليوم للأمين العام الوزير الأمين العام للرئاسة. نذكر عن خلافا لما راج بعض من وسائل الإعلام عن المنتدى لم يتفكك، عن المنتدى متماسك، لم ينسحب حزب من المنتدى، لم تنسحب منظمة من المنتدى، لم ينسحب شخص من المنتدى. النقطة الصحفية تطرق خلالها رئيس المنتدى للقائه الأخير بوفد الأغلبية وأكد بأنهم جديون في السعي نحو الحوار. نحن قمنا باتصال بالوفد الحكومي وكان اللقاء ودي وكان جاد وتناولنا موضوع مسلسل اللي تم توقفه المرة الماضية من قبل السلطات بطريقة أحادية. والبوحبيني قال بأن ما يجمع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يجعل من تشتته أمرا صعبا، لأن مبتغى المنتدى يذيب كل الخلافات التي قد تطفو على السطح حسب قوله. لا مساومة عند المنتدى وحدته، وهذه ميزة ينفرد بها عن غيره، لأن اللي يجمع أكثر من اللي فرق، وهو مجمع على ضرورة التغيير وضرورة بناء دولة القانون في البلد والمساهمة الجادة في إحداث هذا التغيير، وهذا الهدف السامي يجعل من المنتدى عنه حريص على وحدته اللي هي اللي تقويه وتمكنه من الوصول لهذا الهدف. هي نقطة صحفية للرئيس الدوري للمنتدى من المتوقع أن لا تكون الأخيرة في ساحة سياسية مضطربة، فهل سيتوحد المنتدى على كلمة واحدة؟ السلك عبد الله، الوطنية.